واش غادي الانشقاق؟ حنا ما غاديش الانشقاق، هما اللي غادي الانشقاق. حنا باقيين في الحزب، حنا حزب الاصاله والمعاصره، حنا هما اللي عندنا الشرعيه، لان حنا نحترموا القانون نحترموا المؤسسات. وبالمناسبه اذا القضاء صدر حكم ضد حنا اول من سيحترموه، لان حنا كنحترموا القانون، الاخرين اللي ما كيحترموا القانون. وحنا ما بغيناش نخرجوا اشياء. هذا القرار اللي قلتو ديال رئيس الفريق، واش كتخيلوا ان واحد يتدخل في فريق يمثلون الامه؟ راه تما بهم اللي يمثلون الحزب، راه يمثلون الامه، وكياخذ قرار ديال بحال هذوك، بحال هذوك المستشارين الموظفين عنده. احنا حنا وجهنا رساله الى السيده رئيسه المجلس الوطني، 32 عضو من 62 من اعضاء مجلس المكتب الفيدرالي العقدي مجلس وطني، وكل رساله مصادق عليها من اعضاء المكتب الفيدرالي، فتنتظروها باش تقرر واش غتعقد المجلس الوطني الاستثنائي ولا ما غتقرروا. سنذهبوا الى المحاكم الابتدائيه لان يعود الاختصاص لها، وسنطعن في قرارات السيد الامين العام بالنسبه للامناء الجهويين. بالنسبه للقرارات الاخرى ما نطعنوش فيها لان خارج القانون وما عندها حتى شي تاثير. ثالثا الجلطه الحضريه ستنعقد يوم 15/6 وسنهيئ المؤتمر، نحن ذاهبون الى المؤتمر لانقاذ حزب الاصاله المعاصره من العابثين، من اولئك الذين يستفيدون منه وما زالوا يريدون ان يستفيدون منه. والذين في الضفه التي معنا هي الضفه التي فيها ممثلي الامه، فيها الناس الذين عندهم شعبيه، فيها الناس الذين في التنظيم، اما الاخرين فتعرفون وضعيتهم كيف يصلون الى المناصب بدعم من الاخرين. لهذا نحن كانت هناك انتقادات لإلياس العمري. طبعا عندي عليه انتقادات، ولكن الياس العمري انا عليه انتقادات فقط لانه تدخل من خلال الهاتف بتهديد البعض وبدفع البعض لاتخاذ مواقف مخالفه لتوجهاتهم، واعتبرت ذلك تدخل غير قانوني. هل شفتم هذه النزوه لتقولوا للسيد الياس ان حدكتم بها؟ يعني طبعا، لانه الياس العمري من الاول قال انه خارج العمليه السياسيه ديال الحزب الاصاله المعاصره، احترمنا فيه ذلك. اذا كان السيد الياس العمري سيخرج للصراع نحن مقابلين، ولكن يعلنها امام الملا، لا ان يختفي في الوراء من وسط الهاتف، اما ان يعلن امام الملا بانه له موقف فنحن نحترم ذلك وسندخل في صراع معه. ونحن دخلنا في صراع مع السيد الياس العمري حينما كان امين عام وانا عضو المكتب السياسي، فما بالك اليوم؟ سي سمير كودار، انتم متشبتون برئاسه هذه اللجنه التحضيريه؟ انا ماشي متشبت، انا تم انتخابي. دونك السيد الامين العام اعلن على التصويت، عمليه التصويت، وقال شكون المترشح، التصويت العلني اما برفع اليد او الوقوف. قال شكون مرشح في الاولى؟ توحد مهز يديه. قال شكون مرشح في الثانيه؟ هز يديه. توحد مترشح. انا هذو الاخوان اللي معايا هزوا بالوقوف، وقفوا وبداوا رافعين شعارات سمير سمير. هو ملي شاف العدد الكافي بالهداك ما كان حتى شي واحد شعور، قال ارفع الجلسه. هذا هو كشف. وبالتالي انا رئيس اللجنه التحضيريه وساستدعي اللجنه التحضيريه الاجتماع نهار 15 يونيو ان شاء الله. دونك ثقنا فيه وعطيناه هذه الصلاحيه هذه انه يعين سبعه من الاعضاء المكتب السياسي، من بين الاعضاء المعينين هو السيد احمد خشيشن. يعني السيد احمد خشيشن التعيين ديالو كان بالمصادقه ديال المجلس الوطني على هذوك التعيينات ديال الامين العام، لانه في القانون عندنا المكتب السياسي راه ينتخب ب يعني عدلنا واحد الماده ديال انه غيولي كينتخب. اذا هذوك الاعضاء ديال المكتب السياسي ما يمكنش الامين العام يجي يعين شي واحد غيره. اليوم حنا ما يمكنش الامين العام يجي يعين شي عضو المكتب السياسي من غير هذوك السبعه اللي المجلس الوطني صادق عليهم. فقط السيد الامين العام هو اليوم بهذا التاريخ هذا هو الامين العام ديال حزب الاصاله والمعاصره، هذه لا نختلف عليها. ولكن كاينه مجموعه من الامور ومجموعه من القرارات اللي خرجت اللي كانت المصادقه عليها في المجلس الوطني. المجلس الوطني في حزب الاصاله والمعاصره هو اعلى هيئه تقريريه بين مؤتمرين. يعني اليوم حنا كنقولوا بانه كاين واحد القرارات اللي السيد الامين العام خداها للاسف تم تعديلها واصبحت غير قانونيه وليست له الصلاحيه في مجموعه من القرارات اللي اتخذها.